السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالم الحيوانات دنيا مليانة بالأسرار، وبالرغم إننا عارفين عنها معلومات مش قليلة، وبالأخص عن إزاي بتعيش وإزاي بتاكل وبتشرب، إلا إن في معلومات كتيرة جدا خفية عننا، والسبب في كده بيرجع لسببين، يا إما العلماء لسه ما وصلوش للمعلومات ديت، أو مش منتشرة بالشكل الكافي للناس. وأنا النهاردة هصدمكم بشوية معلومات غريبة جدا عن عالم الحيوان. أنا أحمد اليسري من قناتي على اليوتيوب، ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. واللي فاز معانا الحلقة اللي فاتت هو ألف 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 مبروك. وسؤال حلقتنا النهاردة، كم قلب للحصان؟ وهننزل اسم الفايز في الحلقة اللي جاية، بس أهم حاجة يكون بمجهودك ومن غير غش. معروف عن النمل إنها حشرات نشطة جدا، لكن اللي مش معروف إن النملة بتتاوب عادي زينا كده بعد ما بتصحى من النوم. التمساح الكائن الوحيد اللي بيحرك فكه العلوي غير باقي الكائنات اللي بتحرك فكها السفلي، وهو الوحيد اللي مش بيقدر يطلع لسانه خارج فمه. الفيل لو مات وهو واقف ممكن يقف لبضع ساعات قبل ما يقع على الارض. البط هو الكائن الوحيد اللي مفيش صدى لصوت. عدد فقرات رقبه الزرافه هي عدد فقرات رقبه الانسان وما عندهاش احبال صوتيه. الحوت الازرق هو اكبر حيوان على وجه الارض وبيوصل طوله 30 متر، يعني مبنى مكون من 10 طوابق، لكن لونه مش ازرق ولا حاجه زي ما احنا فاكرين. في الحقيقه هو لونه رمادي وبيبان ازرق تحت سطح الميه بس مش اكتر. معروف ان النعامه من اسرع الطيور، لكن النعامة مش بتدفن راسها في الرملة عشان تهرب من خطر بيهددها ولا حاجة، ولكن هي بتعمل كده عشان تشوف عدوها بوضوح. قلب الروبيان اللي هو الجمبري بيبقى في راسها. الذباب من الحشرات اللي كلنا بنقرف منها، لكن هتقرف اكتر لما تعرف انها بتقدر تنقل الجراثيم لمسافة بتوصل ل 25 كيلومتر. زئير الاسد عالي جدا لدرجة ان انت ممكن تسمعه من على بعد 8 كيلومتر. النسور بتلجأ للانتحار لما بتكبر في السن او بتحس بالعجز في صدفة رئيسة. الدلافين بتنام بنص دماغ وعين واحدة مفتوحة. العقارب لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتشم، ولكن بتعتمد على نوع خاص من الذبذبات لمعرفة مكان فريستها. النمس لا بيتأثر بسم التعبين ولا سم العقارب لانه عنده مناعة منه. نقار الخشب بيقدر ينقر الخشب بسرعة 20 نقرة في الثانية الواحدة من غير ما يقف او انه يشعر بألم. بيعرفوا هوية الكلاب من بصمة أنفهم، فهي زي بصمة الصوابع بالظبط عند الإنسان، مش ممكن تتشابه أبدا. التعبين مش بتطرف عينيها أبدا، بتفضل مركزة في الحاجة اللي قدامها على طول. قنديل البحر لو اتعرض للشمس بيتبخر بعد فترة، وده لأن جسمه مكون من 98% منه مية. فرس النهر مش بيعرق، ولكن جلده بيخرج مادة لونها وردي، بتحميه من أشعة الشمس، اسمها العرق الدموي. كلنا عارفين إن الباندا حيوان ضخم، لكن اللي كلنا مش عارفينه ان مولود الباندا بيبقى في حجم فنجان قهوه. معروف ان الاسد هو ملك الغابه، لكن في الحقيقه مرات الاسد هي اللي بتصطاد بنسبه 90% من الفرائس، والاسد بيقضي معظم حياته في النوم. طائر الطنان بيقدر يطير لورا ولقدام، وبيقدر يحرك جناحه اكتر من 80 مره في الثانيه الواحده. قولوا لي بقى في التعليقات ايه اكتر معلومه صدمتكم، وما تنسوش تجاوب على السؤال كم قلب للحصان، بس من غير غش. وهعلن الفايز الحلقة اللي جاية، وطبعا انتوا عارفين الحاجات الحلوة اللايك والسبسكرايب والشير عشان يوصلكم كل جديد. سلام.